يوجد معنا بعض المسلمين، ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه، وقد يجمعنا العمل بهم فنختلط بهم ونجالسهم، فهل علينا شيء في ذلك؟ مخالطتهم على نوعين: مخالطة عمل فقط، مجرد عمل بأن يجتمعوا في مكان واحد لأداء العمل، فهذا الأحسن إذا أمكن أن ينفردوا عنهم وأن يبتعدوا عنهم، فهذا شيء مطلوب، لا وأسلم لدينهم وأسلم لذمتهم، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك. والنوع الثاني من الاختلاط، اختلاط أنس ومحبة وألفة، هذا لا يجوز، لا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم ومحبتهم والمزاح معهم ما يدل على مثلا الانبساط معهم، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء ما داموا أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، هؤلاء ليسوا مسلمين، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، إلا إذا كان في مخالطتهم طمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمهم أحكام دينهم، لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لا استفادوا، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية فالاختلاط فيهم مشروع. أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون تأثير عليهم فهذا لا يجوز. نعم.